الرئيس السيسي يوجه بإرسال مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة. رجال القوات المسلحة يتبرعون بمئة مليون جنيه لصندوق تحيا مصر لدعم جهود مجابهة كورونا. النفط الأمريكي يواصل خسائره وعقود تسليم يونيو تهبط 52% وبرنت تخسر أكثر من 30%. الساعة مساء السابعة في جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع نهى درويش. أهلا بك نهى. أهلا بك شادي. أهلا بكم مشاهدينا، والبداية من تطورات ملف فيروس كورونا. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا، وبناء على ذلك قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بإعداد وتجهيز طائرة عسكرية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية والبدل الواقية. في إطار الدعم والتضامن مع الدول الصديقة وتنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بإعداد وتجهيز طائرة عسكرية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية والبدل الواقية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين الصديقتين، وهو ما يساهم في تخفيف العبء في ظل الأزمة الراهنة والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية لمجابهة سرعة تفشي فيروس كورونا وارتفاع معدلات الإصابة والوفيات. تأتي تلك المساعدات استمراراً للدور المصري الرائد تجاه الدول الشقيقة والصديقة من مختلف الدول، وتقديم الدعم والتضامن الدائم في أوقات المحن والأزمات، وخاصة في هذه المرحلة الحرجة التي يشهدها العالم. أعرب السفير الأمريكي لدى القاهرة جوناثان كوين عن شكره لمصر وحكومتها نيابة عن الولايات المتحدة والشعب الأمريكي في مساعدتهم لمواجهة أزمة فيروس كورونا. قال السفير الأمريكي في رسالة مصورة إن التبرع السخي الذي قدمته مصر في هذه الفترة هو رمز عظيم لتضامن البلدين معا والتقدير الكبير من جانب مصر للشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. On behalf of the American people, the United States government, and the U.S. Embassy in Cairo, I want to thank Egypt, the government of Egypt, and the people of Egypt for your generous contribution to helping us confront the COVID-19 crisis. At this difficult time, a generous donation like the one you've just made is a great symbol of our solidarity and the value you place in our strategic partnership. Again, on behalf of a grateful nation, thank you. Shukran. أعلن المتحدث العسكري تبرع رجال القوات المسلحة بمئة مليون جنيه لصندوق تحيا مصر لدعم جهود الدولة في مجابهة انتشار فيروس كورونا. أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد عن خروج 49 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 870 حالة. أوضحت الوزيرة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 1181 حالة، مضيفة أنه تم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ولافتة إلى وفاة 14 حالة. بسم الله الرحمن الرحيم. البيان اليوم المحدث للوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في مصر
عن اليوم الثلاثاء الموافق 21 إبريل 2020 اليوم الرابع من الأسبوع العاشر لفيروس كورونا في مصر. بلغ عدد إصابات اليوم 157 إصابة ليصبح العدد الإجمالي للإصابات في مصر 3490 إصابة، بينما بلغ عدد وفيات اليوم 14 حالة وفاة. بلغ عدد الحالات التي تم شفائها 49 حالة، وبذلك يصبح عدد المتعافين الذين خرجوا من مستشفيات العزل 870 حالة من أصل 1181 حالة تحولت نتائج تحليلهم من إيجابية إلى سلبية. وفي إطار تقييم الجهود المبذولة من كافة الفرق الطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في مصر، أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين بفرق الوبائيات والترصد على المستوى المركزي وجميع الإدارات التابعة على مجهوداتهم الضخمة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر، ودورهم الفعال في الاكتشاف المبكر والتقصيات الوبائية ومتابعة المخالطين للحالات المؤكدة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة حيالهم. حيث يشارك في أعمال التقصي والترصد حوالي 5813 فريقا على مستوى الجمهورية في الوحدات والإدارات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والحميات والصدر، وذلك بإجمالي 17439 عضو من أعضاء فريق التقصي الذي يتكون من طبيب وتمريض ومراقب صحي، بالإضافة إلى الاستعانة بزملائنا من الصيادلة وأطباء الأسنان ضمن هذه الفرق. حيث يتمثل دور تلك الفرق في التقصي عن الحالات المصابة وتسجيل بياناتها بالبرنامج القومي للأمراض المعدية ومتابعة المخالطين لمدة 14 يوم، مما كان له عظيم الأثر في الاكتشاف المبكر للحالات المصابة وتحويلها إلى مستشفيات العزل لتلقي العلاج والرعاية الطبية. هذا وقد قامت وزارة الصحة والسكان بتدريب فرق التقصي من خلال عدد 100 دورة تدريبية على بروتوكولات التعامل مع الحالات المشتبه فيها والتقييم والتدريب على رأس العمل، إضافة إلى التدريب على تحديث تعريف الحالة وعمل أدلة إرشادية وخرائط وبائية سواء بمستشفيات وزارة الصحة أو الجهات الأخرى. وفي إطار الحرص على التواصل المستمر مع الأطقم الطبية، تم اليوم عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع الأطقم الطبية بمستشفيات الصدر على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك لمتابعة سير العمل في تلك المستشفيات والإطمئنان على توفير كافة الاحتياجات باعتبارها أحد حوائط الصد للأمراض المعدية التي تتعرض لها البلاد. حيث يبدأ تطبيق البروتوكول العلاجي المحدث من تلك المستشفيات، وتقوم الفرق الطبية بها بفرز الحالات ومطابقة تعريف الحالة وأخذ المساحات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. وتقوم وزارة الصحة والسكان الآن بإعداد مستشفيات الصدر والحميات لتكون قادرة على تقديم كافة الخدمات لمصابي فيروس كورونا المستجد، بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة وحتى العزل وتقديم العلاج ومتابعة الحالات بعد الشفاء والخروج، بالإضافة إلى توفير خدمات البحث العلمي لبدء دخولها في الخدمة العلاجية كمستشفيات عزل بشكل تدريجي. العزل الذاتي مسؤوليتك لحماية نفسك وأسرتك ووطنك. أشكركم. وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض القواعد المالية للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا، وأعلن رئيس المجلس علي عبد العال في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى الجلسة العامة للمجلس الأربعاء. وقال عبد العال إن القيادة السياسية أدركت خطورة أزمة كورونا مبكرا وأعطت الأولوية لصحة المواطن، مشيدا بدور القوات المسلحة في مواجهة الأزمة، ومشيرا إلى أنها سخرت كل إمكانياتها لحماية المواطنين وفق خطة محكمة. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة تدبير الاحتياجات العاجلة لوزارة الصحة من المستلزمات الطبية، وذلك في إطار إجراءات مواجهة فيروس كورونا. أكد مدبولي حرص الحكومة على الإسراع بتدبير الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الطبية وجميع الجهات التابعة للصحة والتعليم العالي، ووجه بضرورة التنسيق بين وزارة الصحة وجميع الوزارات المعنية وهيئة الشراء الموحد بشأن التبرعات التي تقدمها شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، بحيث يتم توجيه هذه المستلزمات طبقا للأولويات المحددة.
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن هناك تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بدفع العمل في قطاع التشييد والبناء مع ضرورة التزام شركات المقاولات بالإجراءات الوقائية لحماية العاملين بالمواقع المختلفة من فيروس كورونا. وخلال اجتماعه لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات القطاع، أكد رئيس الوزراء على سرعة صرف مستحقات شركات المقاولات حتى يحصل العاملون بها على مستحقاتهم، مشيرا إلى أن الفترة الحالية ستشهد زيارات متكررة لمواقع العمل المختلفة للتأكد من عودة العمل بكامل طاقته مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المطلوبة. أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية فرنسا جون إيف لو دريون، تناول القضايا محل الاهتمام المشترك، وتطرق الاتصال إلى الجهود الدولية للتصدي لفيروس كورونا المستجد وسبل تنسيق الجهود المشتركة في هذا الصدد على المستويين الثنائي والدولي. كما بحث الوزيران أوجه التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا في العديد من المجالات الأخرى بما يحقق المصالح المشتركة لشعبي البلدين الصديقين. هوى سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي وخام برنت للتسليم في يونيو لأقل مستوى في عقدين بعد يوم من تحول التعاملات الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو سلبا لأول مرة في التاريخ مع تهاوي الطلب بسبب أزمة كورونا. وهبطت عقود النفط الأمريكي تسليم يونيو 52%، حيث وصل سعر البرميل 9.74 دولار، فيما انخفضت عقود برنت أكثر من 20% لتصل إلى 19.33 دولارا للبرميل، فيما زادت خسائر العقود الآجلة الأمريكية للبنزين وهبطت 25%. طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إدارته وضع خطة لدعم صناعة النفط والغاز في الولايات المتحدة. وقال ترامب في تغريدة له على تويتر إنه لن يخذل أبدا صناعة النفط والغاز الأمريكية العظيمة، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته إلى وزيري الطاقة والخزانة لإعداد خطة تتيح أموالا حتى تكون هذه الشركات والوظائف المهمة جدا آمنة لوقت طويل في المستقبل. قال وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك إن أسواق النفط العالمية ستبقى تحت ضغط حتى يبدأ سريان اتفاق أوبك بلس في مايو المقبل. أضاف نوفاك في بيان أن أوبك بلس تراقب الوضع عن كثب ولديها القدرة على الرد إذا كان هذا ضروريا، مشيرا إلى أنه لا حاجة للتهويل بشأن الهبوط الحاد الذي شهدته مؤخرا أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي. ومن المقرر أن يخفض منتجو النفط خارج أوبك إنتاجهم مع مايو مع بدء تخفيف إجراءات العزل المرتبطة بتفشي كورونا. هاتفيا ينضم إلينا من موسكو الدكتور عمرو الديب رئيس مركز خبراء رياليست الروسي. أهلا بك دكتور عمرو. ووزير الطاقة الروسي يقول أنه أسواق النفط العالمية ستبقى تحت ضغط دولي حتى يبدأ سريان اتفاق أوبك بلس في مايو المقبل، هل نعتبر هذه رسالة طمأنة؟ أهلا بكم. بالطبع يعني تصريحات وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قريبة بشكل واضح إلى الواقع، لأن اتفاق أوبك بلس الذي تم التوصل إليه أخيرا سيبدأ تفعيله أو سيفعل في بداية مايو. وما حدث أمس أو كما يسميه العالم حاليا الأسود في الأمريكي هو حدث عارض، وبالطبع أول مرة في التاريخ لا سيكون له آثار سلبية كبيرة جدا ليس على القطاع روسيا او حتى على دول اوبك، ولكن التاثير السلبي الاكبر سيكون على قطاع النفط الصخري في الولايات المتحده الامريكيه. لذلك هناك طمأنه بعض الشيء من خلال كلمات وزير الطاقه الروسي، وهذا بالفعل امر قريب من الواقع لان هناك ظروف كثيره جدا ادت الى انخفاض اسعار النفط بشكل عالمي سواء النفط الامريكي او كان لان هناك معظم اقتصاديات العالم مغلقه حاليا. نعم. لا يوجد اي استخدام للطاقه، هناك اجراءات
قرارات حق صحي في نوع من دول العالم الكبرى الصناعيه، وهذا الامر اثر على الطرف العالمي في النصف العالم خصوصا، واننا وهذا الامر وهذا العامل هو المهم في ما حدث امس، ان الداخل الامريكي يفل حاليا، كان هذا العام هو سيكون عام الانتخابات الامريكيه في نوفمبر القادم. وقطاع النفط صحيح صحيح، ولكن ما حدث بالنسبة لصناعة الغاز والنفط الأمريكي دكتور، يعني ترامب قال أنه لن يخذل أبدا هذه الصناعة، وأشار إلى أنه أصدر تعليمات إلى وزيري الطاقة والخزانة لإعداد خطة تتيح أموال لهذه الشركات، شركات النفط، لتأمين الوظائف في المستقبل. لن تترك الإدارة الأمريكية شركات النفط الأمريكية تعاني. لماذا قال ذلك دونالد ترامب؟ ولماذا يهتم بشكل كبير دونالد ترامب بهذا الملف؟ ولماذا اتصل دونالد ترامب مرتين بالرئيس بوتين وفي ولي العهد السعودي الملك الامير محمد بن سلمان؟ لان هذا الملف هو الملف الاهم على طاوله الانتخابات الامريكيه القادمه، لان قطاع النفط الصخري والشركات العامله في قطاع النفط الصخري هي من اهم داعمين دونالد ترامب في حملات. صحيح، ولذلك وعد الرئيس الامريكي بدعم هذه الشركات وهذه الصناعه. المهم هنا ليس الوعد، ولكن المهم تنفيذ هذا الوعد، لان كما نعلم جميعا ان السياسه الداخليه الامريكيه والدوله العميقه الامريكيه يعني تضغط على دونالد ترامب في جميع سياساته، وكما قلت حالا ان المهم ليس الوعد، ولكن المهم هو تنفيذ هذا الوعد، لان اذا لم نفذ. طيب طيب، يعني وصلت هذه النقطة، ولكن سؤالي الأخير لك دكتور عمرو، هل استفادت روسيا بما حدث في الولايات المتحدة؟ روسيا ستستفيد على المدى الطويل، ولكن على المدى القصير روسيا تمر بحالة اقتصادية سيئة جدا 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 جدا، لعاملين مهمين، هو أهم عامل هو انخفاض أسعار النفط عالميا، والعامل الآخر هو انتشار فيروس كورونا وغلق معظم قطاعات الاقتصاد الروسي، وحتى بدأ نوع من الصخ الشعبي داخل روسيا، وبدات ما يسمى في بعض الاحتجاجات في مثلا في فلاديفوستوك في مريض روسيا الشماليه، وايضا بعض الاحتجاجات الالكترونيه التي تم تنفيذها لاول مره في داخل روسيا، وقد تم تنفيذ هذه الاحتجاجات وعندهم احتجاجات الكترونيه عن طريق بعض التطبيقات، ومن خلال هذه التطبيقات يعبر الالاف من الشعب الروسي عن غضبهم ويكتبون العبارات المسيئه، مثل تطبيق مثلا ياندكس نافيجيتور وبعض التطبيقات الاخرى، ليعبروا عن هذا الغضب، لان الاقتصاد الروسي يمر بفتره سيئه جدا جدا لهذين العاملين، هو عامل انخفاض اسعار النفط عالميا، والعامل الاخر طبعا انتشار فيروس كورونا في الداخل الروسي ووصول عدد الحالات من الاصابات الى حوالي 40,000 حاله. شكرا جزيلا لك دكتور عمرو دياب، رئيس مركز خبراء رياليست الروسي. مشاهدينا نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستكمال النشرة. عودة مجددا لاستكمال النشرة، حيث اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على أهمية تنسيق التعامل الدولي مع فيروس كورونا المستجد، وبما في ذلك قمة مجموعة السبعة. وخلال اتصال هاتفي تعهد ترامب وجونسون بمواصلة العمل سويا لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بأسرع ما يمكن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المناقشات بشأن المساعدة الإضافية المتعلقة بفيروس كورونا لحكومات الولايات والحكومات المحلية ستبدأ بعد تمرير الكونغرس لمشروع قانون يمول المزيد من قروض الأعمال الصغيرة والمستشفيات والاختبارات. أضاف ترامب في سلسلة تغريدات على تويتر أن الجولة التالية من المحادثات يمكن أن تتناول البنية التحتية وتخفيضات ضرائب الرواتب والحوافز الضريبية للمطاعم والصناعات الترفيهية والرياضية.
أفادت وزارة الصحة التركية بتسجيل 4611 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و119 وفاة أخرى، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2259. وأوضحت الوزارة أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 95591 حالة، وهو الأعلى مقارنة بأي دولة خارج أوروبا والولايات المتحدة. قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن إردوغان حاول الادعاء أن أداء حكومته في التعامل مع فيروس كورونا ضمن الأفضل على مستوى العالم. وأضافت الصحيفة أن نظام إردوغان فرض رقابة صارمة على تقارير المستشفيات ومواقع المقابر وأقارب المتوفين، كما جرى توبيخ الأطباء الذين تحدثوا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم اعتقال 410 أشخاص بسبب منشورات وصفها النظام بأنها استفزازية. وأرجعت الصحيفة سبب تفشي العدوى في تركيا إلى تقصير الحكومة في إخضاع آلاف المعتمرين العائدين للحجر الصحي. أعلنت السلطات الصحية الإيطالية تسجيل 534 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى أكثر من 24,000 حالة. كما أعلنت السلطات الصحية الإيطالية تسجيل 2729 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى أكثر من 18,000 حالة. قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن بلاده ستعلن قبل نهاية الأسبوع الحالي خططا لتخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة فيروس كورونا. وأضاف كونتي أنه سيتم تطبيق الخطط بدءا من 4 مايو، محذرا من الرفع الفوري لقيود مواجهة الفيروس لما قد يسببه ذلك في صعود منحنى العدوى بشكل خارج عن السيطرة وسيفسد كل الجهود التي بذلت إلى الآن. أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس أن بلاده ستواصل تخفيف إجراءات العزل العام السارية بسبب فيروس كورونا، وذلك بالسماح للمطاعم بأن تعيد فتح أبوابها والسماح باستئناف أداء الشعائر الدينية اعتبارا من 15 مايو المقبل. وكان كورتس قد أعلن أن المدارس ستعيد فتح أبوابها أمام طلاب السنة النهائية في أوائل مايو. وقال كورتس في مؤتمر صحفي أن من المقرر أن تعيد المدارس فتح أبوابها أمام طلاب السنوات الدراسية الأخرى، وذلك من يوم 15 مايو. وكانت النمسا قد سمحت للمتاجر غير الأساسية وكذلك المتاجر الصغيرة بإعادة فتح أبوابها قبل أسبوع، ومن المقرر أن تحذو المتاجر الأكبر حذوها في الأول من الشهر المقبل. ما بين مؤشرات مشجعة بدأت تظهر على احتواء فيروس كورونا المستجد والرغبة في إنقاذ الاقتصاد من خسائره المتلاحقة، بدأت العديد من الدول الأوروبية في تخفيف تدريجي لتدابير العزل التي اتخذتها لمواجهة تفشي الوباء. المزيد في التقرير التالي. في مؤشر على تراجع حدة وباء فيروس كورونا المستجد، بدأت عدة دول أوروبية بتخفيف تدريجي لتدابير العزل بعدما شلت الاقتصادات وتسببت بانهيار تاريخي لأسعار النفط إلى ما دون الصفر. فألمانيا التي تعتبر أن الوباء على أراضيها بات تحت السيطرة، بدأت بتخفيف تدابير العزل في عملية حساسة بالنسبة للقارة الأوروبية المغلقة منذ أسابيع، ودفعت الثمن الأعلى للفيروس حتى الآن مع تسجيل ثلثي حصيلة الوفيات في العالم. غير أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حذرت من أن الوضع لا يزال هشاً، وأعربت عن تخوفها من حدوث انتكاسة بالبلاد. وفي صربيا خففت بعض القيود، وبات بإمكان من تفوق أعمارهم 65 الخروج للتنزه 3 مرات بالأسبوع على مقربة من المنزل.
وفتحت النرويج بدورها دور الحضانة كأول خطوة باتجاه الإلغاء التدريجي للقيود التي أقرت منتصف مارس. أما في الدنمارك فقد أعطيت المتاجر الصغيرة الإذن في فتح أبوابها شرط تطبيق تدابير النظافة والتباعد، وتستعد كذلك فرنسا وإسبانيا وإيطاليا الدول الثلاث الأكثر تضررا من الوباء في القارة إلى اتخاذ أول تدابير رفع العزل خلال الأيام والأسابيع المقبلة. واتخذت فرنسا خطوتها الأولى في اتجاه تخفيف القيود حيث سمحت من جديد لكن تحت شروط بزيارات نزلاء دور الرعاية للمسنين. وتبدأ إيطاليا في الرابع من مايو باتخاذ أول تدابير تخفيف العزل مع بدء الشركات فتح أبوابها بشكل جزئي ووسط كثير من الحذر. وتأتي تلك التطورات في محاولة لإنقاذ الاقتصاديات الأوروبية بعد أن تسببت القيود في دخول القارة العجوز حالة طوارئ اقتصادية مع توقعات سلبية بتراجع النمو الاقتصادي في عدة دول بها لأدنى مستوى لها في التاريخ الأوروبي مع إعلان آلاف الشركات الأوروبية إفلاسها. وردنا الآن هذا الخبر العاجل، حيث أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي وصول شحنة المساعدات الطبية المصرية التي وجه رئيس السيسي بإرسالها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، استقبالها من قبل الجانب الأمريكي وبحضور السفارة ومكتب الدفاع المصري بواشنطن. نشرتنا مستمرة ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم مجددا. أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا تسجيل 194 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 4598 حالة. وسجلت السلطات 1785 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 143457 حالة. وأعرب وزير الصحة الألماني يانس شبان عن اعتقاده بأن القواعد الخاصة بالتباعد والنظافة الصحية ستستمر لفترة طويلة. قالت هيئة الصحة الوطنية البريطانية إن حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا في مستشفيات إنجلترا ارتفعت إلى 15607 حالات بعد تسجيل 778 حالة. أظهر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا أن العدد الحقيقي لحالات الوفاة في بريطانيا بسبب كورونا ربما يزيد بنسبة 40% من حصيلة الأرقام اليومية المعلنة. أعلنت وزارة الصحة الإسبانية عن تسجيل نحو 4000 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة بالفيروس إلى 204000.
178 حالة. وبحسب الصحة الإسبانية فقد تم تسجيل 430 حالة وفاة جديدة ليبلغ الإجمالي 21282 حالة. قررت هولندا عودة الطلاب إلى المدارس اعتبارا من 11 من مايو المقبل. وسجلت هولندا 729 إصابة جديدة بالفيروس إلى جانب 165 وفاة جديدة. أقلت السلطات الصحية إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 34134 حالة، فيما بلغت الوفيات 3916 حالة. أعلنت إيران ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد، وقال مسؤول في وزارة الصحة إن عدد المتوفين بكورونا ارتفع إلى أكثر من 5000 حالة بعد وفاة 88 شخصا بالمرض خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد حالات الإصابة بالمرض أكثر من 84000 حالة. قررت السعودية تقليل ساعات حظر حركة المواطنين المفروضة على عدة مدن، وذلك خلال شهر رمضان ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وأعلنت الداخلية السعودية أن القرار يهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لشراء احتياجاتهم الأساسية داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، مشيرة إلى أن مواعيد حظر حركة المواطنين الجديدة ستبدأ من 5 مساء وحتى 9 صباحا. أكد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر على دعم جهود تسوية الأزمة السورية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار في سوريا ويحقق تطلعات السوريين. جاء ذلك خلال استقبال شكري لممثلي مجموعة القاهرة في هيئة التفاوض السورية المعارضة. وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية أن اللقاء تناول بحث آخر التطورات على الساحة السورية سبل دفع مسار التسوية السياسية، حيث ثمن الوفد السوري الدور المصري المتوازن في التواصل مع الأطراف السورية والإقليمية المختلفة بهدف تقريب وجهات النظر وصولا إلى إنهاء الأزمة السورية بأسرع ما يمكن. تجددت التحركات الاحتجاجية في عدد من المناطق اللبنانية على وقع التدهور الاقتصادي والمالي المتصاعد بحدة في البلاد. وأخذت التحركات في معظمها شكل مسيرات للسيارات، حيث رفع المحتجون الأعلام اللبنانية ولافتات تحمل شعارات مناهضة للقوى السياسية اللبنانية، متهمين إياها بإدخال البلاد في نفق الانهيار الاقتصادي والمالي الذي بلغ حد الإفقار العام، وعدم تمكن المواطنين من سحب مدخراتهم المالية من البنوك. قال مسؤول في حكومة كوريا الجنوبية أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ليس مريضا بشدة، كما لا توجد تحركات غير تقليدية في بيونغ يانغ. وتتعارض هذه التصريحات مع تقارير أمريكية أفادت بأن كيم جونغ أون يتلقى العلاج بعد خضوعه لإجراء طبي خاص بالقلب والأوعية الدموية مطلع الشهر الجاري.
قررت الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية إنشاء مركز فاطمة بنت مبارك لأبحاث الأمومة والطفولة بهدف سد الفجوة في مجال المراكز البحثية المتخصصة في مجال الأمومة والطفولة في الإمارات وتشجيعا على البحث العلمي والدراسات المتخصصة في مجال الأمومة والطفولة. جاء قرار القيادة السياسية بإنشاء أنفاق أسفل قناة السويس لتكون شرايين حياة جديدة لتسهيل حركة النقل والتجارة من وإلى سيناء ولدعم مناخ التنمية والاستثمار في تلك البقعة الغالية من أرض مصر. المزيد في التقرير التالي. وضعت الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تنمية سيناء على رأس أولوياتها ليتحقق الحلم الذي طال انتظاره بتنفيذ المشروع القومي لتنمية أرض الفيروز انطلاقاً من محور قناة السويس ولربط سيناء بكافة أنحاء مصر لتلبية متطلبات التنمية في هذه البقعة الغالية. أنشأت الدولة الأنفاق الجديدة بقناة السويس والتي تعد الأضخم في تاريخ البلاد بسواعد مصرية كاملة. البداية مع أنفاق تحيا مصر بالإسماعيلية والتي افتتحها الرئيس السيسي في مايو العام الماضي، وتضم نفقان للسيارات شمال الإسماعيلية بطول 5820 متراً لكل نفق. وقبل نهاية العام افتتح الرئيس أنفاق الثالث من يوليو ببورسعيد في شهر نوفمبر الماضي، والتي تضم نفقان للسيارات جنوب بورسعيد بطول 3920 متراً لكل نفق. وتحتوي الأنفاق على كاميرات مراقبة وأنظمة لمكافحة الحرائق، وتضم آباراً للصيانة وممرات هروب عرضية، حيث يتم ربط كل نفقين بعدد من الممرات العرضية المتكررة كل 1000 متر من طول النفق، بما يحقق الأمان الكامل لعمليات الإخلاء للأفراد في حالات الطوارئ. وبالإضافة لكونها شرايين حياة جديدة لتسهيل حركة النقل والتجارة من وإلى سيناء، فإنها تختصر زمن العبور أسفل القناة ليستغرق نحو 20 دقيقة بدلاً من الانتظار على المعديات لمدة قد تصل إلى 5 أيام. أعمال الحفر بدأت في يونيو 2016 وتم تنفيذها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عبر 4 شركات وطنية، كما تم إنشاء مصنعين لإنتاج الحلقات الخرسانية لتنفيذ الأنفاق ومحطتين لتوليد الطاقة، كما تم إنشاء محطتين لخلط مادة الحقن وخزانات مياه أرضية لتنفيذ الأنفاق، وتم التعاقد مع شركة هيرينكنخت الألمانية لتصنيع ماكينات الحفر والتي صارت مملوكة للدولة، وتم تدريب المهندسين المصريين على تشغيلها. هي ملحمة هندسية وشرايين حياة جديدة لتكون بمثابة أذرع لاحتضان سيناء وجعلها دائما في قلب الوادي. تماشياً مع خطط التنمية الشاملة التي تتبناها القيادة السياسية، شهدت مصر خلال السنوات الماضية مشاريع عملاقة لتحلية ومعالجة المياه، وذلك لزيادة الحصة المائية ولسد احتياجات المواطنين والمساهمة في التوسع العمراني والتنمية عبر خطة متكاملة بدأت في 2014 ومن المقرر أن تستمر حتى 2037. المزيد في التقرير التالي. مشروعات عملاقة لمعالجة وتحلية المياه عكفت مصر على إقامتها خلال السنوات الماضية لتعظيم حصة مصر المائية للمساهمة في خطط التنمية الشاملة التي بدأتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد شهدت الفترة الماضية افتتاح عدد من محطات تحلية المياه على سواحل البحرين المتوسط والأحمر التي أدت إلى ارتفاع حجم المياه المنتجة 10 أضعاف مثيلتها خلال 5 سنوات الماضية. وبحسب بيانات لوزارة الإسكان، فإن عدد محطات تحلية المياه القائمة بالفعل تبلغ نحو 64 محطة، مقسمة بواقع 14 محطة في محافظة مطروح، و17 محطة في محافظة البحر الأحمر، و21 محطة بشمال سيناء، و9 محطات بجنوب سيناء، و3 محطات بالإسماعيلية. أما بالنسبة للمحطات الجاري تنفيذها في الوقت الحالي، فتقدر بنحو 20 محطة مقسمة بواقع 5 محطات في محافظة مطروح،
ومحطتين في بورسعيد وعشر محطات في شمال وجنوب سيناء ومحطة بالبحر الأحمر ومحطتين بكل من الدقهلية والسويس. هذا إلى جانب مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة تدويرها في ظل الاشتراطات والضوابط الصحية والبيئية عبر محطات معالجة ثلاثية متطورة لاستخدام المياه أكثر من مرة لتعظيم المتاح. وبلغ حجم إنفاق مصر منذ 2014 على تنفيذ مشروعات تحلية المياه نحو 200 مليار جنيه، ومن المتوقع إنفاق نحو 100 مليار جنيه بنهاية العام المقبل، فيما تعتزم إنفاق 900 مليار جنيه بمشروعات توفير المياه بحلول عام 2037. وافق مجلس النواب في جلسته العامة على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وأعلن رئيس المجلس علي عبد العال إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى الجلسة العامة للمجلس الأربعاء. كما وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون قدمته الحكومة بشأن حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتأجيل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة الأربعاء. كما وافق المجلس مبدئيا على مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة. واصلت قوات وحرس الحدود جهودها في تأمين حدود مصر على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وتنفيذ إجراءات إحكام السيطرة على كافة المنافذ، حيث تمكنت من تحقيق العديد من النجاحات. تزامنا مع جهود القوات المسلحة لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد، تواصل قوات حرس الحدود جهودها في توجيه ضرباتها القاسمة للعناصر الإجرامية والمهربين التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري عبر الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، حيث تمكنت قوات حرس الحدود من تحقيق العديد من النجاحات، حيث تم اكتشاف وتدمير 10 فتحات لأنفاق بشمال سيناء، وضبط عدد 7 بنادق قناصة و6 بنادق آلية وعدد 2 رشاش و300 بندقية خرطوش و3 مسدسات عيار 9 ملي، فضلاً عن ما يزيد على 300 ألف طلقة مختلفة الأعيرة. كما تم ضبط 4 أطنان ونصف الطن لجوهر الحشيش المخدر و3 ملايين ونصف المليون قرص من المواد المخدرة و54 طن لنبات البانجو و46 كيلو جراماً من مادة الأفيون المخدرة. كما تم تنظيم العديد من الدوريات للقضاء على الزراعات المخدرة والتي تمكنت من اكتشاف وتدمير 100 مزرعة لنبات البانجو المخدر بجنوب سيناء تقدر بمساحة 93 فداناً و866 مزرعة لنبات الخشخاش بمساحة 668 فداناً. و2434 كيلوغراماً من بذور البانجو والحشيش المخدر. كما تم ضبط 9 مصانع حشيش تحتوي على 7 مكابس لخام الحشيش. كما تم ضبط 14 هاتفاً للاتصال عبر الأقمار الصناعية و880 جهازاً تستخدمها العناصر الإجرامية في تتبع خط سير المركبات، وضبط 56 جهازاً للكشف والتنقيب عن المعادن، وأكثر من 71 طناً من الحجارة المخلوطة بخام الذهب و77 كيلوغراماً من المشغولات الفضية و228 ألف قاروصة سجائر مهربة ثبت بالتحليل احتوائها على مواد مسرطنة، وضبط 122 ألف عبوة أدوية ومستحضرات تجميل غير خالصة الرسوم الجمركية. وفي سياق متصل، نجحت قوات حرس الحدود في القبض على 300 فرد من المهربين والخارجين عن القانون، كما تمكنت من إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود
لعدد 4710 أفراد من جنسيات مختلفة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. كما تم التحفظ على عدد 271 عربة ومركبة تستخدم في أعمال التسلل والتهريب، وقد تم إحالة المتهمين والمضبوطات للجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله. يأتي ذلك استمراراً لجهود قوات حرس الحدود في تأمين حدود مصر على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وتنفيذ إجراءات إحكام السيطرة على كافة المنافذ والمعابر لحماية البلاد من كافة المخاطر. أعلنت وزارة الداخلية نتائج جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والتي أسفرت عن نتائج إيجابية نتابعها في التقرير التالي. رغم ما تبذله وزارة الداخلية من جهود لمساندة الدولة فيما تتخذه من قرارات وإجراءات لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا، فإنها تواصل تصديها وضرباتها المؤثرة ضد كافة أشكال الخروج عن القانون. فهذه ثلاث سيارات تم إعداد مخازن سرية بداخلها بهدف إخفاء كميات من المواد المخدرة بعيداً عن الرصد الأمني، وتهريبها من شرق لغرب قناة السويس بتلك الكيفية، ومن ثم ترويجها على عملاء التشكيل العصابي القائم على جلب تلك الكمية. محاولة رصدتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وفي كمين أعد لعناصر التشكيل نجحت الإدارة وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس في استخراج 230 تربة لمخدر الحشيش وقالبين لمخدر الهيروين وزن 4 كيلوغرامات، وكمية من مخدر الهيدرو تزن 5 كيلوغرامات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب4,350,000 جنيه. كما نجحت الإدارة وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية في ضبط 100 تربة لمخدر الحشيش بحوزة عاطل اعترف بحيازتها بقصد الاتجار، بينما قدرت القيمة المالية لتلك الكمية ب800,000 جنيه. أعلنت وزارة الداخلية إحباط محاولة لتهريب كميات كبيرة من الألعاب النارية مختلفة الأحجام والأشكال بميناء الإسكندرية البحري. أحبطت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري محاولة إدخال 20 مليون عبوة من الشماريخ والألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام تزن 22 طن، كانت مخبأة داخل إحدى الحاويات بالميناء، حيث قام القائمون عليها بإخفائها داخل الحاوية بالمخالفة لمشمولها المستندي المشروع بهدف إدخالها بطريقة غير شرعية قبل أن تتمكن الإدارة من إحباط مخططهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. تواصل هيئة الرقابة الإدارية جهود مكافحة الفساد بتنفيذ عدة ضربات متنوعة للمتاجرين بوظائفهم، حيث ألقت الهيئة القبض على مدير عام إدارة تنفيذ الطرق بمديرية طرق محافظة دمياط عقب تقاضيم مبالغ مالية على سبيل الرشوة. كما ضبطت الهيئة رئيس مكتب المراجعة بمديرية المساحة بالتقهلية عقب تقاضيم 100,000 جنيه على سبيل الرشوة من صاحب قطعة أرض مقابل قيامه بإنهاء إجراءات فصل الحد المساحي مساحي لقطعة الأرض التي تبلغ قيمتها حوالي 20 مليون جنيه. كما تمكنت الرقابة الإدارية من ضبط كل من الوكيل القانوني لأصحاب بعض قطع الأراضي والعقارات بنطاق مدينة الشيخ زايد وصاحبي شركة خاصة تعمل في مجال الاستثمار العقاري لقيامهم بعرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة على مدير عام إدارة شبكات كهرباء الشيخ زايد. أما في إطار الجهود المبذولة من الهيئة وبالتنسيق مع الإدارات التنفيذية بالمحافظات لمراقبة أماكن بيع وتخزين المستلزمات الطبية والأدوية مجهولة المصدر، فقد تم ضبط بعض المتلاعبين في هذا المجال وبحوزتهم أكثر من 126 ألف قرص دواء مجهول المصدر و 1758 عبوة دواء ومكملات غذائية منتهية الصلاحية وأكثر من 19 ألف قفاز وكمامة طبية تم تصنيعها بورش خاصة وجميعها غير مطابقة لمواصفات التصنيع، إضافة
إضافة إلى 548 عبوة كحول ومواد خام بأحد المخازن لإعادة تصنيع المطهرات، وذلك بمحافظات الشرقية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية والسويس وقنا. قال وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار إن استراتيجية الوزارة تعتمد على استغلال الأبحاث العلمية في زيادة حجم إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتقليل استهلاك المياه. وعلى هامش زيارته لمشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني بجامعة المنوفية، أضاف الوزير في تصريحات خاصة لإكسترا نيوز أن الوزارة تهدف إلى تحويل الجامعة إلى كيان منتج يخدم البيئة والمجتمع. نحن نقف ونراجع الاحتياجات من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية زي القمح اللي انت شايفه النهاردة أو زي البطاطس، وبنشوف بالنسبة للجامعات من خلال كلية الزراعة اللي بتعمل فيها جزء بحثي وجزء تعليمي وجزء تدريبي لكن كمان جزء إنتاجي. يعني احنا الحقيقة قصدين قوي ان يبقى دور الجامعة في خدمة تنمية المجتمع والبيئة انها يكون لها دور في عمل اكتفاء ذاتي من محاصيل تستطيع أنها تساعد مجتمع الجامعة من عاملين وموظفين ومن أعضاء التدريس وطلاب وكمان المجتمع المحيط بيها. احنا كمان معنيين بنزود الانتاج، يعني اما يبقى القمح بيطلع 20 أردب للفدان والبطاطس بيطلع 20 طن للفدان والفول بيطلع 10 أردب للفدان الواحد، اذا كل الابحاث العلميه من خلال كليه الزراعه انها ازاي تحسن من اداء انتاجيه الفدان وفي نفس الوقت تقلل من استهلاك الميه. فاحنا الزياره الحقيقه معنيه بان احنا نطمئن وندعم من خلال الدوله ازاي ان احنا نشوف كل حاجه ممكن انها تؤدي الى مضاعفه الانتاج والى تزويد رقعه الانتاج. احنا بنتكلم على فول وبصل وبطاطس وبنتكلم على قمح وبنتكلم على برسيم، حتى المنتجات الخاصه بالترمس وخاصه بالخضروات بشكل مختلف وبالموالح والفاكهه. فاذا ازاي تتحول الى الجامعه الى مكان منتج، مكان يقدر ان هو يساعد مش بس المجتمع بتاعه لكن يساعد مصر كلها ويعمل منظومه امن غذائي حقيقي. مزرعه الرعب دي عباره عن مجموعه من 55 فدان، دول الجامعه اشترتهم بالموارد الذاتيه مزرعه لكليه الزراعه فيها جميع المنتجات من قمح من فول من بطاطس من ترمس من قطيع ماشيه قطيع اغنام قطيع ماعز مزارع مكشوفه. عندي هنا اكثر من 20 فدان قمح دول ايجيبت 1 انتاجيتهم حوالي 20 ارداب في الفدان، يعني عندي حوالي 400 ارداب قمح هنا في المزرعه دي بالاضافه سبع أفدنة أو ستة أفدنة في مزرعة تختنبشة، يعني حوالي 500 أرداب قمح دي بتساهم في كسلعة استراتيجية في الدولة. كما قام وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار بجولة في كلية الزراعة وكلية الطب البيطري بجامعة بنها، وفي تصريحات خاصة لإكسترا نيوز قال عبد الغفار أن الوزارة لديها خطة لتعظيم الطاقة الإنتاجية من المنتجات الزراعية والحيوانية بالجامعات المصرية، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لتأمين السلع الاستراتيجية للدولة. إن الجامعات المصرية هي جامعات منتجة، واحنا في الفترة اللي جاية دورنا للمجتمع ودورنا على مستوى الدولة لازم نشارك بشكل كبير جدا، سواء في تسمين العجول اللي انت شفتها معانا او في بطاريات الارانب او في الدواجن، كل دي منتجات الغرض منها ان احنا نبقى لينا دور ولينا جزء من التأمين السلع الاستراتيجية بالنسبة للدولة علشان نقدر في المرحلة الجاية إن شاء الله يكون عندنا اكتفاء ذاتي. ودي فرصة مهمة جدا فترة توقف الدراسة وفترة الأزمة العالمية اللي بيمر بيها الدنيا كلها بالذات في موضوع الغذاء والتوقعات في موضوع الغذاء عالميا، إن مصر تكون عندها حجم إنتاج، وإحنا هنا مش بس في حجم إنتاج، إحنا عندنا هنا مزارع بحثية تدريبية تعليمية وإنتاجية، وده بيحط كل خيوط الزراعة وتطويرها في نفس الوقت. الحقيقة إحنا عندنا إمكانيات كبيرة في الجامعة الإنتاجية بتخدم بس مش بس أعضاء التدريس، لا بتخدم أعضاء التدريس والمجتمع الجامعي وأيضا محافظة القليوبية وأهالي مدينة نشطور. كلية الزراعة وطب بيطري كلية قديمة جدا وإحنا بنسعد وبنشرف بيها وفيها علماء وباحثين، وإحنا دايما الحقيقة بنحاول إن إحنا نعظم الاستفادة من كل المنتجات الخاصة بزراعة وطب بيطري. وسيادة الوزير النهاردة طلب مننا دراسات تفصيلية لتطورات وبعض الأعمال ممكن نتوسع بها بهذه الأعمال. ختام النشرة تذكير بأهم ما ورد بها من أنباء.
الرئيس السيسي يوجه بإرسال مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة. رجال القوات المسلحة يتبرعون بمئة مليون جنيه لصندوق تحيا مصر لدعم جهود مجابهة كورونا. النفط الأمريكي يواصل خسائره وعقود تسليم يونيو تهبط 52% وبرنت يخسر أكثر من 20%. انتهت النشرة الإخبارية، ولمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم مشاهدينا، والشكر موصول أيضا إلى ميادة إمام مترجمة لغة الإشارة وشادي شش.